طيب هبدا معاك بمباراه الاهلي اليوم. مباراه الاهلي ومصر المقاصه فرقتينك الفرقه اللي انت عشت فيها كتير مصر المقاصه وطبعا النادي الاهلي بيتي بيتك. النهارده المباراه كانت حرفيا من طرف واحد النادي الاهلي ومصر المقاصه، يعني احتراما لظروفه واحتراما لامكانياته هذا الموسم ما قدرش يعمل او ما قدرش يجاري الاهلي النهارده بكل الامكانيات العظيمه اللي عند النادي. عندك حق في دي. يعني من أسوأ المباريات اللي اشوفها لمصر المقاصه السنه دي. يعني طول عمر مصر المقاصه يعني الثمان تسع ماتشات بتوع الدوري لا اشتغلوا في الرابطه شغالين كويس، ولكن حظه النادي الاهلي النهارده فايق. ايوه يعني لو بصيت على النادي الاهلي في ثلاث اربع لعيبه عايزين يثبتوا نفسهم وفي اثنين لعيبه عايزين يرجعوا لمستواهم، فكل دي يا كابتن دوافع عندنا. عجبني اسلوب لعب النادي الاهلي، اولا النهارده التسليم من رجل لرجل وكره ما بتبعدش كتير. النهارده قفشه كان مزاجه عالي قوي، ده عمل واحده النهارده الجون لحسين دي بتاعت خماسي يا كابتن كريم. خماسي دي خماسي السرو اللي عمله ده، السرو ده اصل ما حدش بيعمل سرو في ال 18. هو كان بره ال 18 بخطوه. دي بتاعت خماسي، اصل قفشه لعيب خماسي فظيع يعني. فدي انا شفتها انا قاعد بقول يا ترى هيعملها عاليه ولا هيحطها بينيه. فبينيه قلت صعبه، عملها بدقه جدا. انا بقول لك دي اللي هي الخماسي دي بتبقى رايحه. عجبني حسين الشحات النهارده فايق. يعني يا رب يزيد عن كده. صح يعني حسين النهارده بقى يرقص كده وبتاع ويعدي وجاب جون حلو. هو ما احتفلش النهارده احتراما لمصر المقاصه. دي مدرب، دي لعيبه محترمه ولعيبه متربيه. يعني شوف هو سايب مصر المقاصه بقاله سنتين ثلاثه. صح بس هو عاش فيها ثلاث اربع سنين زي انا مثلا عشت في المقاصه 12 سنه. انا مش زعلان النهارده المقاصه لان انا عارف ظروفهم ايه. ويمكن المقاصه بتلعب بطريقه دفاعيه حلوه، ولكن على مين؟ على انبي المقاولين سيراميكا احترام، ولكن الاهلي لعيبته او الزمالك لعيبته او بيراميدز لعيبته مختلفه. الكواليتي بتاعها بتعرف ازاي تخترق، ازاي ما تضيعش منهم كوره. يعني انا شفت ماتشات المقاصه مثلا مع المصري، مع سيراميكا تعادل، مع الاتحاد السكندري، ما الفرق دي مش ما قدرتش تخترق المقاصه زي ما الاهلي اخترق من اليمين والشمال.